إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في الجزء الثاني من غرفة الأخبار. نتحدث في هذا الجزء الثاني مع الأستاذ أبو بكر سلامي، وخبير جبائي ومحلل اقتصادي. نتكلم على مجلس الحكومة بطبيعة الحال الذي ينعقد اليوم في ولاية تسمسيل بعد خنشلة وبعد قرار رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد حلول لولاية تسمسيل اللي خليني نقول حسب الإحصائيات والدراسات وكذا تعتبر من أفقر الولايات في الجزائر، رغم أنها يعني تقع في الوسط، خليني نقول الوسط الغربي، ولكن ماهيش ولاية جنوبية إلى آخره، إضافة إلى أنها ولاية تزخر بثروات كبيرة سياحية باطنية، أراضي شاسعة فلاحية بامتياز، وإضافة إلى أنها تحدها عدة ولايات. فقرار رئيس الجمهورية بضرورة عقد مجالس الحكومة في من ولاية لأخرى بحسب الاختيار وحسب ضرورة، قرار رأاه المحللون والمتابعون بالمهم. إذن أستاذ سلامي، صباح الخير ومرحبا بك على قناة البلاد. صباح الخير، بارك الله فيك سي محمد، مرحبا بك. طيب، كيف تقرأ أنت انعقاد مجلس الحكومة في ولاية تسمسيلت بعد خنشلة؟ جت ولاية تسمسيلت ثم بعد ذلك راح تكون ولايات أخرى. والله نظن بأن هذا تقليد جديد، تقليد جديد اللي ربما يخلي ساكنة ولاية من الولايات اللي هي كما قلت كانت ولاية خنشلة، الآن ولاية تسمسيلت ممكن غدوها ولاية أخرى إذا شفت الحكومة. تكلم عن البيض، النعامة، الجلفة. نعم. هي 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 عندها بعد، ربما بعد معنوي أكثر من أنه بعد، لأنه ينعقد المجلس في أي مكان، ولكن لما ينعقد في الولاية راح يعطي دفع نفسي ومعنوي للولاية، للساكنة الولاية، للمستثمر الولاية، لمسؤولية الولاية. مهم طبعا، مهم جدا، لأنه علاش ممكن تزيدها في الميزانية. هذا هو الحل يعني. ولكن هذا الفعل، هذا أنه تعقد مجلس الحكومة في الولاية، في مقر الولاية، تقليد جديد. نظن بالنسبة بالإضافة إلى الدعم المادي والدعم المالي والدعم في الاستثمار، اللي احنا نعرف بأنه اتخذت عدة قرارات بالنسبة لهذه الولاية لإعادة تحريك هذاك الحركة الاقتصادية، حركة الاستثمار، التوظيف، التشغيل. ربما كما قلت أنت كاين مجالات اللي عندها إمكانيات كبيرة باش تنميها الولايه هذه. هذا الاجتماع يعطيها دفع ويعطيها سند باللي راه الحكومه حاضره، خاصه المواطنين والمستثمرين. هذو زوج اللي ربما يحتاجوا لهذا الانجاز كما هذا، اللي ربما يخليهم يعرفوا بانهم ما همش منسيين، ماهيش ولايه منسيه، برغم من انها ولايه ربما من الولايات القديمه، ولكن رغم هذا ما شهدتش هذاك التنميه والانطلاقه الحقيقيه، برغم انه ايضا عندها المادة الخام بالنسبة للكثير من المجالات اللي ممكن يعاد تحريكها بالتمويل وبالدعم وبالقرارات اللي ربما تجعل الولاية هذه تنطلق كباقي الولايات. وانت استاذ سلامي تكلمت، قلت بأنه المواطن راح يشعر يعني هذيك رابطة الانتماء للوطن راح تتقوى عنده، يشعر بأنه الدولة يعني كما يقولوا بالعامية تاعنا سامعة به، يعني شاعرة به ومهتمة به، هذا ترفع من معنوياته وكذا. نفس الشيء هو مواطن كذلك المستثمر. هذا هل برأيك اليوم المستثمر سواء المحلي تاع ولاية تسمسيلت اللي ربما هم كاين ناس مستثمرين كاين كذا، أو عبر الوطن وحتى الأجانب راحين كذلك يعني يفهموا بأن أو ستسيل لعاب هؤلاء، يعني يفهموا بأنه ممكن في الولاية هذه راح يكون أموال، يعني الناس تحوس على ربح الأموال. أكيد هي تقريبا احنا عندنا أغلبية الولايات فيها إمكانيات باش تصبح يعني منطقة ربما تميز في مجالات معينة، تكون فيها استثمار، تكون فيها خلق ثروة، تكون فيها توظيف، تكون خاصة أن ولاية تسمسيلت موقع تاعها موقع استراتيجي، يعني ماهيش منعزلة، ماهيش حدودية، ماهيش يعني فقط. ربما هذا راح يتزامن مع قانون البلدية والولاية اللي راح يعطي
يعطي الوسائل ويعطي الميكانيزمات لمسؤولين المحليين باش يحركوا الاقتصاد. جات مع هذا العمل اللي قام به الحكومة مع انطلاق قانون الاستثمار، أنا نظن راح تكون في انطلاقة في ولاية تمراس، إذا بالإضافة إلى هذا تسمسيل، بالإضافة إلى هذا الدعم اللي قلنا دعم مادي ومعنوي ودعم مالي ودعم في الاستثمار، بالإضافة إلى الإرادة، هذه الإرادة اللي يتخلقها هذا العمليات اللي تقوم بها الحكومة في إطار هذا الدعم للولايات، أنا نظن بأنه راح تكون في انطلاقة. طيب وش هي مثلا القرارات اللي تشوف أنت ممكن ستتخذ في على مستوى الحكومة في ولاية تسمسيلت بالإضافة إلى طريق رقم 84 أو 14 اللي فيها 84 كيلومتر بين تسمسيلت وخميس مليانة مرون بولاية عين دفلة، إضافة إلى يعني العقار تاع البناء السكنات، إضافة إلى بعض القرارات اللي اتخذها رئيس الجمهورية. هل مثلا الحكومة ممكن تقرر مسائل أخرى في؟ نعم والله أنا نظن بأنه رايح أولا يطرح السؤال لماذا هذا، بالرغم من أنه ولاية عندها ميزانيات، كل القطاعات فيها كباقي الولايات عندها ميزانيات، وعلاش ربما هذا التباطؤ في التنمية؟ رايح تطرح الأسئلة، رايح يكون ثم لقاء مع أكيد مع الوالي ومع المسؤولين المحليين، ما هي احتياجات الولاية، ما احتياجات كل قطاع، ماذا تتوفر الولاية؟ نحن نظن بأنه الحكومة رايح تشوف أيضا كما قلت أنت كاين قطاعات معينة اللي تميز بهم الولاية، راح يتم دعمه بقوة، راح ربما يكون فيه دعم لخلق المؤسسات المصغرة لأنه هذا ثاني راح يشكل القاعدة للمؤسسة المتوسطة، راح يركز راح تركز الحكومة على المحاور الأساسية اللي تخلي الحياة الاقتصادية تعود لهذه الولاية. هذا هو نظر راح يشوف النقائص، يشوف وش تحتاج الولاية وش عندها الولاية، وراح تتخذ إجراءات في هذا الميدان. وفي تقديرك يعني هل ستتوضح الصورة أكثر عندما تلتقي الحكومة بالمسؤولين المحليين؟ يعني احنا نعرف أنه الحكومة والرئاسة تعقد لقاءات مع الولات والجمهورية إلى آخره، ولكن لما تنعقد مع لقاءات تكون بي تو بي يعني حكومة ولاية معينة، هل هنا راح يخلي الصورة تتضح أكثر يعني وتخلي المسؤول المحلي يقدر يرافع البلدية الولاية تاعه ولا البلدية تاعه يعني بأكثر حزم وقوة؟ والله أنا نظن صحيح هي راح تكون لقاءات يكون فيها ربما المجتمع المدني من جهة، لأنه المواطن عنده شغالات اللي عبر عليها المجتمع المدني عن طريق الجمعيات وممثلي المؤسسات وغيرها، راح يكون فيه المسؤولين المحليين طبعا عندهم ايضا رايهم وما يقولوه في هذا اللقاء او في هذا التواجد الحكومه في اي مكان، رايح يقدمون الانشغالات تاعهم. من جهه واحده اخرى راح تكون الحكومه بما لديها من امكانيات متوفره باش تقدم مساعده لهذه الحكومه، اذا هذا ربما الثلاثيه هي اللي رايح تجعل مشروع مساعده هذا او مخطط مساعده هذه الولايه يتم دراسته ورسمه بصفه متكاملة. نظن هذا هو أهم شيء، هو أنه راح يكون اللقاء وراح يكون استماع وراح يكون يعني عمل عن قرب. طيب عامل خصوصية كل ولاية الآن وإحنا عشيت يعني تعديل قانون البلدية والولاية، هل راح تطفو على سطح النقاش يعني خصوصيات تزيد اسمها تقنع المسؤول الجزائري وتعطيه يعني مبررات التخصيص أكثر؟ يعني الآن هناك حديث كبير حول مسألة الأخذ بعين الاعتبار، ينبغي أخذ بعين الاعتبار خصوصية كل ولاية في هكذا لقاءات، هل ستطفو حقيقة على السطح خصوصيات كل ولاية؟ أكيد لأنه علاش تقدر تمد أموال وما تحصلش على نتيجة، تقدر تمد مساعدة وما تحصلش على نتيجة لأنه ربما لا توجه إلى القطاع اللي ربما يكون فيه فعالية، اللي راح يكون فيه مردود، اللي راح يكون يحرك الاقتصاد. أنت تمد ربما تمد لها مساعدة لقطاع السياحة وهي ما عندهاش إمكانية في السياحة، في حين أن تسمسيت عندها إمكانية في السياحة، مثلا تمد لها في قطاع آخر. أنا نظن بأنه أول شيء هو لازم تحدد ما هي الإمكانيات اللي توفر فيها الولاية.
الجهه، ما هو الاستثمار اللي ربما حتى وان لم يكن مستوى تاعو عالي جدا راح يبدا يحرك الولايه. اذا اذا كان ولايه تتميز بامكانيات فلاحيه راح ندعم القطاع الفلاحي، التشجيعات للفلاحين، خلق المؤسسات الصغيره للفلاحين، اعطائهم العقار الفلاحي، لانه نعرف بان عمليه القطاع العقار فيه اليوم اعاده نظر وتصفيه. الناس اللي ما تخدمش راح ينحولهم العقار، راح يتوزع على الناس اللي يخدموا. شوف القطاع السياحي مثلا، ربما هناك عراقيل على مستوى بعض المصالح الولايه اللي ربما ما خلاتش القطاع هذا ينهض. كيف كيف تقدم للحكومه المساعدات اللي تخلي تخضيع العقبات اللي تواجه هذا القطاع؟ اذا اول شيء هو تحديد القطاعات كما ذكرت، لازم باش نقدم مساعده وتكون نتيجه يعني لهذه المساعده وهذا الدعم، لازم نحددها باش تمشي الاموال الى المكان تاعها باش نحرك هذه القطاعات اللي بعدها راح تحرك كل القطاعات الاخرى، وبالتالي الولايه نظن تكون فيها انطلاقه جديده. طيب الان استاذ سلامي، على مستوى الحكومه، الدوله، رئاسه الجمهوريه، نشوفوا يعني هناك خطوات جريئة ومهمة جدا، يعني صراحة هناك قرارات إصلاحات ثورية وجذرية يعني اتخذت. خذ مثلا قانون الاستثمار، قانون يعني المناطق الحرة، الإجراءات اللي جاء بها قانون مشروع قانون المالية 23-2023 بالنسبة للمناطق الحدودية، عقد اجتماعات الحكومة في ولايات معينة. هل اليوم برأيك المستثمر الجزائري لازم يرتقي لهذا المستوى ولهذا السرعة اللي تمشي بها الحكومة، يعني ونخرجوا شوية من هذه العقلية تاع يعني الاستثمار في العاصمة فقط أو في المدن الساحلية أو في الشمال وغيره؟ هل برأيك اليوم المستثمر الجزائري كذلك ينبغي أن يؤدي دوره، يعني يعني كما يقولوا يشمر على ساعدي الجد وغيره ويخرج شويه على نعم. شوف المستثمر الجزائري ربما ما حدث في الجزائر من احداث في 20 سنه او اكثر اللي مضت خلى المستثمر الجزائري اولا يفقد ثقه. يعني هذه باش نكونوا واضحين، مواطن ومستثمر فقد الثقة، لأنه ولا كاين فساد، ولا ما يثقش في الدولة، تغييرات في القوانين، عدم احترام القوانين، المحاباة وغيرها وغيرها، خلت حتى عدم، اسمح لي أستاذ سلامي، حتى قضية عدم الاستقرار في التشريعات. تا مثلا تنتج، نقولوا مثال، تنتج المواد الكهرومنزلية ثم يفتح الاستيراد على مصراعيه المواد يعني الأجهزة هذه الكهرومنزلية، واللي انت ما تقدرش تنافس السلع اللي تأتي من مكان معروف، يعني إما يفتح لك الباب للمنافسة الغير شريفة، إما أنك اليوم تدخل في استثمار معين في ظل قوانين اللي تعطيك امتيازات معينة، بعد 6 شهور تتنفق الملايير ومن بعد يتبدل القانون. يعني هذا كله ربما خلى المواطن الجزائري والمستثمر الجزائري يبدا يحوس على مخارج اخرى، اللي هي السوق الموازيه، اللي هي الربح السريع، اللي هي الغش، اللي هي عدم استعمال الدارة البنكيه لتحويل الاموال للدفع وغيرها. خلق وضع يعني مناخ لسوق موازيه، لنشاط موازي، لاقتصاد موازي. نظن اليوم العمل يحتاج الى جهد كبير، يعني ما نقدرش نتصور في ظل عام عامين نمحي كل النقاط السيئة اللي تخلقت والجو اللي تكون خلال سنوات 20 سنة. اليوم العمل مستمر، لما نشوف الكثافة تاع الاجتماعات تاع مجلس الوزراء، مجلس الحكومة، المتابعة تاع السيد رئيس الجمهورية لكل القضايا، كل الورشات عن قرب، التغييرات اللي تحدث كل ما حدث هناك، ربما تغلق باب يبذل مجهود باش يفتحه، راح يحاول يستعيد الثقة تاع المستثمر المواطن الجزائري. الامور راهي تولي شيئا فشيئا، ولكن كما قلت لازم تضافر جهد الجميع. باش تكون تضافر جهد الجميع لازم المواطن والمستثمر يلمس هذيك الإرادة الحقيقية في التغيير، وهي موجودة، لانه علاش كاين هناك ربما الشيء اللي لازم يعتز به ايضا الجزائري، انه الفساد مضينا يعني قطعنا خطوة كبيرة في في في, في قضاء الفساد. اليوم مازالت البيروقراطيه اللي تكلم عليها رئيس الجمهوريه اللي مازالت هي اللي عندها ارتباط بالفساد، ما راهو يحارب فيها ورانا ماشيين في، لانه علاش لما انت تسمع خطاب وتشوف اراده على اعلى مستوى، ولكن في بعض الاحيان تشوف تصرفات في مستوى ادنى في بعض الادارات في بعض المؤسسات. لا. هنا تبقى دائما، اذا نظن العمل لازم يتواصل من طرف السلطه من جهه، من طرف المؤسسات والمواطنين اللي قلت لك بداوا يسترجعوا الثقه تاعهم شيئا فشيئا مع انطلاق عمليه الاستثمار اللي
راح تزيد تعطي صوره حقيقيه ان شاء الله بيضاء على عمليه الاستثمار والنظره الجديده والاستراتيجيه الجديده للاستثمار. انا نظن ما بقيش الرجوع الى الوراء. نمشوا، المواطن لازم يمشي، لانه علاش؟ المصلحه نتاعو في باش يمشي في ظل القوانين واحترام القوانين. المسؤولين ايضا، لانه باش تكمل العمليه تاع الاصلاح هذه واستعاده الثقه لازم يكون اصرار كبير وعمل واراده. يبقى المواطن نظن بانه كما يقولوا اذا انسان دخل في اطار التغيير الايجابي ما نظنش رايح تلقى واحد ما يمشيش، لانه مفروض عليه يمشي في اطار هذه الاستراتيجيه. تقدرش الناس قاعد تمشي وانت تولي اللور، امبوسيبل. ولهذا نظن بانه المناخ اللي لازم يفرض على المناخ الاستثمار في الجزائر ومناخ العمل هو اللي يخلي الناس قاعد تمشي وتركب في القاطره شيئا فشيئا. طيب هل نمشيو الان مساله يعني قضيه قانون البلديه والولايه اللي راه الان مطروح للنقاش، ووزير الداخليه تحدث عليه، ورئاسه الحكومه والوزير الاول راه يخرج ويشوف الولايات ويعقد اجتماعات الى اخره. هل برايك اليوم يعني مثلا ولايه كتسم سلت ممكن في القانون المقبل تخصص هي والولايات المشابهه لها بقوانين يعني ربما لا تنطبق 100% على القوانين الموجوده مثلا في نقول ولايه العاصمه، ولايه وهران، ولايه عنابه؟ ربما هناك هذه الخصوصيه هذه راح تخلي ولايات من هذه تستفاد من امتيازات اكثر، خاصه في الجانب يعني المادي الجبائي وتحفيزات وغيره، حتى ممكن كما يقولوا تغري المواطن بالبقاء في الولاية وتغري المستثمر بالمجيء وغيره. يعني هذا موجود، يعني احنا عندنا عدة قوانين اللي تمد امتيازات واستثناءات لمنطقة معينة من الجزائر. كاين بعض القوانين اللي تمد لمناطق الحدود الجزائرية امتيازات خاصة. نعم. كاين الهضاب العليا، كاين بعض الولايات. نعم كاين. نعم اليوم اسمح لي استاذ، هذه موجود. نعم اليوم موجود الان اللي يحب يروح يستثمر في المناطق الحدودية امتيازات رهيبة جاء بها قانون المالية. نعم اذا هذا ممكن جدا. عندنا بعض الولايات مثلا للمستوى تاع التنمية تاعها يحتاج الى دعم اضافي من طرف الحكومة، لما لا تكون فيها قوانين استثنائية لمدة محدودة بطبيعة الحال، لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات. قال الولاية هذه ما نزيدش عليها ضغوطات، نمد إمكانية أكبر للمسؤولين المحليين، لأنه القانون الجبائي المحلية على كل حال، قانون الجماعة المحلية مازال ما طلعتش عليه مشتوش، ولكن قانون الجبائي المحلية على مستوى نعم كاين اللجنة تكلم على القانون الخاص بالبلاد الولاية ربما اللي يتكلم على التسيير الإداري وهذا أمر آخر. أما القانون الجبائي أنا طلعت عليه المشروع، مشروع يعني صحيح يحتاج الى اثراء، ولكن يمد امكانيات كبيره جدا للمسؤول المحلي انه يخلق الثروه ويخلق النشاط. هذا امر هام جدا، لازم تحرر المسؤول المحلي اللي لازم طبيعه الحال لازم يكون عنده كفاءه، تكون عنده الاراده، تكون عنده الانخراط في الديناميكيه الاقتصاديه. الدوله رايحه تعطي له الامكانيات باش يجلب مستثمر، يكون الى جانب المواطن باش تكون عند البلديه عندها مداخيل باش تغطي مطالب النفقات العموميه تاع البلديه. نعم. ويعطي له امكانيه المداخيل، خلق المداخيل، لانه على بالك الولايه او البلديه اللي مجموعه البلديات اي بلديه عندها مجال، المجال هذاك اليوم راه مستغل من اي كان وباي طريقه بدون مقابل. اذا القانون راح يعيد الامور الى نصابها. هذا الجماعة هذا الكاريين الدوله. نعم. الكاري اللي يستعمل املاك الدوله. نعم. للطريق، المساحات العموميه، النشاطات، كل شيء راح يكون مقنن وراح يكون فيه مقابل يدخل البلديه هذه، لانه انت تستغل مساحه عموميه مثلا. نعم. لو كان تجي تكري على خاص يقول لك مثلا 1000 دينار جزائري ل 100 متر للار. نعم. انت تروح للمكان اللي تابع للقطاع العمومي لأملاك الدوله للبلديه وتستغل فيه مئات الامتار. نعم. يعني انا نشوف فيها بدون مقابل. لا، الامور راح تضبط واللي كاين ملك عمومي اللي تستعمله بمقابل. معناتها البلديه راح يكون عندها مداخل، انت راح تكون تستفيد من هذا العقار مثلا، او ما نتكلمش فقط على العقار. بكري كانت ايضا عندنا مؤسسات البلديه، مؤسسه الاشغال، بكري كانت البلديات عندها مؤسسات يسموها المؤسسه البلديه لنشاط معين. صحيح. هذه المؤسسات بيعت او تم التنازل عنها، كاين اللي بعضها مازال مغلوق حتى اليوم، راح يعاد فتحها واعطاء ديناميكيه جديده عن طريق تدخل المسؤولين المحليين. انا على حسب القانون اللي شفته، لو كان مسؤول محلي عنده كفاءه
ويكون عنده يوظف شباب يعني عندهم كفاءة. أيضا ننظر بأن البلدية ممكن جدا أنها تصبح مستقلة عن الخزينة المركزية. الكثير من البلديات، ما نقولش كل البلدية، نقول كثير من، إذا كان اليوم نتكلم على أكثر من 1000 بلدية عاجزة، ننظر راح ربما على سنوات إذا استغلينا أحسن استغلال قانون وحسناه وطبقناه بخلق مناخ أيضا، لأنه قانون الجبال المحلية ما يمشيش وحده، يمشي مع قوانين ربما اللي تتعلق بالطاقة، بالطرق، بالكهرباء، بالربط بشبكة الهاتف، بتوفير المناخ. يعني كاين مناخ أيضا إذا طبقناه في أحسن وجه، راح غدوة نسمعوا ربما بألف بلدية مستقلة عن الخزينة المركزية. صحيح، وتولي الأموال اللي تصرفهم من الخزينة العمومية على هذه البلديات العاجزة تصرفهم في مجالات أخرى بطبيعة الحال. أشكرك أستاذ سلامي أبو بكر، أنت خبير جبائي ومحلل اقتصادي، الحديث معك شيق حول، تكلمنا حول يعني مجلس الحكومة المنعقد اليوم في ولاية سمسيلت، واللي قلت أنا يعني من بين الأمور اللي شديتهم مهمين هو تقوية هذه العلاقة اللحمة بين المواطن وبين دولته. قال على الأقل ما المواطن يشعر بأنه سواء كان مستثمر أو مواطن عادي، يعني يشعر بأنه دولته هذه راهي سامعة به، ما يقولوا في العامية تاعنا مهتمة به، دولة هذه راهي تعمل على يعني إنعاش القطاعات المختلفة سواء كانت ولايات أو مؤسسات أو غيره، لتتحرك لي تدر علينا ثروة. يعني اليوم احنا محتاجين إلى ثروة، محتاجين إلى أموال، محتاجين إلى عامل، إلى جهد. إذا نشكرك مجددا أستاذ سلامي. مشاهدينا الكرام، برامج بلاد متواصلة سعيدون دائما بخدمتكم، ألقاكم غدا إن شاء الله إلى ذلك الحين، نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.